سيدي يماني كي شفتي التصريح المعلوم ديال الوزيره بن علي؟ واعتقد الوزيره نتمنى ان تكون تتحدث عن جهل بلا من الملف، اما اذا كانت كتكلم على علم فنعتبرها مصيبه كبرى، وهذا لا يمكن الا ان نصفه تدخل في الشؤون ديال القضاء وتشويش وتقويض المساعي اللي كتقوم بها المحكمه التجاريه في سبيل السعي لتفويض ديال الاصول ديال شركه سمير بغايه تحقيق المقاصد الاساسيه هي التغطيه ديال الديون والمحافظه ديال التشغيل. وفي تغطيه الديون راه كاين المال العام يقدر بحوالي 25 مليار ديال الدرهم. يعني بهذا التصريح اعتقد بانه الوزيره واش تحاول ان تحرق هذا 25 مليار ديال المال العام، والا ما كانتش فاهمه اعتقد يمكن لها تمشي تراجع الملف بشكله الكامل. قلتي عاد قلتوا في الخطاب ديالكم يعني عدد كبير من المقترحات بالنسبه للحكومه، وطبيعه الحال قلتيها يعني في عهد الحكومات السابقه، يعني شنو اللي كيخلي اي حكومه يعني ما كتعطيش واحد الاهتمام كبير بالنسبه للمصفات ديال سمير؟ واعتقد بانه واحد الوقت كنا كنسمعوا بانه الملف بيد القضاء، ودرجه التقاضي كلها في المغرب اعتقد استنفذت. نعم. واليوم كاين احكام صادره باسم صاحب الجلاله التي تقضي بالتصفيه القضائيه ديال شركه سمير، وهنا مره اخرى كنفتح واحد القوس، التصفيه تقتضي انه المحكمه كتبيع الاصول ديال الشركه ديال سمير مطهره من الديون ومن الرهون، عكس ما ادعه او زعمه الناطق الرسمي باسم الحكومه. ولكن اللي ما خلاش هذه المساعي تنجح لحدود الساعه في التقدير ديالنا هو انه الحكومه ما موضحاش المستقبل ديال هذه الصناعه ديال التكري ديال البترول، وهاد التشويش اللي كيمارسوه هاد الوزراء عن وعي او غير وعي كذلك كيعطل الوصول الى الهدف المنشود اللي هو العوده ديال الانتاج ديال هاد الشركه، هدف في واحد الوقت اللي العالم كله يعيش خصاصا بينا فيما يتعلق في الماده المكرره، وحنا من المغرب من مصلحتنا تكون عندنا هاد المصفات في هاد الوقت هذايا، لانه يمكن الى استمرت الامور بحال هكا العالم يمكن يكون فيه ارتدادات عنيفه فيما يتعلق بالتمويل ديال السوق ديال النفط ولا سيما الماده المصفات. اذا ولذلك الناس اللي بنوا هاد المصفه في الستينات كانوا عارفين شنو كيوجدوا ذاك الوقت هذاك، وهاد نفس الظروف راه مازالت قائمه اليوم، بمعنى المصفه ما يمكن تكون الا عامل مساعد اكثر بالنسبه للضمان ديال الحاجيه ديال المغرب. اش كنتوقعوا يعني زياده في المحروقات مستقبلا، خاصه ان كنشوفوا يعني الحكومه مازال كتستمر في دعم الناس ديال النقل، خاصه اننا سمعنا ان غادي ربما غادي يضعفوا اليوم هذا الدعم هذا. وحنا بالنسبه لنا تنعتبر هذا الدعم بانه اجراء محدود وغادي يبين على القصار ديالو في القريب العاجل، والدليل في ذلك راه الحكومه ولات رجعته مؤخرا رفعته 40%، ولكن رغم ذلك راه حنا كنشوفوا المهنيين غضبانين وراه كيهددوا بالاضراب مور العيد، بالاضافه للمهنيين راه كل المستعملين ديال هذه الماده من العائلات والمقاولات راه تضررات، من الحل اللي خص يكون حل شمولي كما قلنا حنا سابقا يبدا بهذه القضيه ديال العوده ديال التكرير ديال البترول ويمر عبر المراجعة ديال الضرائب المطبقة على المحروقات، وكذلك الحد من الأرباح الفاحشة ديال الفاعلين، واسترجاع الأرباح الفاحشة التي تراكمت منذ التحرير في 2016. ما دون هذا أعتقد بأنه الحكومة تؤجل المشكل، وهذا التأجيل ديالو أعتقد ما يمكن يمشي إلا في اتجاه ديال التقويض ديال الشروط ديال السلم الاجتماعي وديال الضرب ديال الاستقرار ديال البلاد. شكرا استاذ ديما، تحياتي.